لله الامتحان كان حلو والاسئله مش سهله كثير، بس احنا عارفينها قبل هيك مش غريبه علينا يعني، وان شاء الله الامتحانات الجايه بتكون زيي واحسن كمان. يمكن بس اخر سؤالين، يمكن السؤال السادس والسؤال السابع هدول كانوا شويه فيهم اسئله يعني في متريك شويه، بس كان كويس، توقعناه اصعب بس طلع كويس يعني مش سهل بس كويس يعني. كان في دقه بدك تقعدي تفكري في الموضوع يعني، ما كانش الاشي كتير مباشر، بتكون مر عليك الفكره بس مش نفس يعني مش نفس الارقام مش نفس هذا، لا بتختلف بس انه نفس الفكره. ما زال اجى الرياضيات سهل يعني شيء كويس، بتوقع الجاي بيكون كويس برضه. الامتحان يعني كان شويه هيك في اسئله مش مباشره كانت، بس يعني الحمد لله جاء امتحان زي ما احنا توقعت، وقال يكون اصعب الحمد لله جاء سهل، وان شاء الله بقى امتحان زي امتحان يعني ان شاء الله يكون يعني امتحان هو منيح يعني مش للدارس، ان شاء الله حيكون منيح وان شاء الله جاي احسن ان شاء الله. كان عندنا يوم امتحان رياضيات، الحمد لله كان امتحان يعني من سهل لمتوسط، ما كانش انه كان صعب بس كان فيه الاسئله الاخطاء كانت دقيقه شوي، والحمد لله يعني امتحان كان كله من الكتاب والمنهج، ما جابوش اسئله من برا، وكان الاسئله متناول الجميع بس في اسئله دقيقه يعني كانت برضه، والحمد لله على كل حال الامتحان بنحل يعني. لا اول كان امتحان الانجليزي كان صعب شوي، والرياضيات يعني اسهل شوي من الانجليزي يعني عوضنا فيه عن الانجليزي اللي راح. قدمنا اليوم امتحان رياضيات ورقه اولى، بصراحه الامتحان كان يعني صعب، في اسئله شوي هيك بدها تفكير وبده وقت يعني، انا خلصت احل الامتحان بس كان بدي كمان وقت عشان يعني اراجع احل يعني، في اشياء سبتها للاخر ما لحقتش ارجع لها يعني، فخلص الوقت وقتها، وفي اختر كتير كتير يعني هيك دقيق وبده تفكير كتير يعني هيك ضلك على السؤال تركزي عليه كتير لحتى تقدري تطلعي بالجواب الصح يعني، لو زودونا كمان ربع ساعة أو ثلث ساعة كان يعني حيكون مناسب، بس إنه هو الصعوبة في اختر، وفي في المقالة كم سؤال صعب صراحة يعني، يعني إجمالي يعني الامتحان من متوسط لصعب. هو أسهل من الكيمياء بصراحة يعني، أما هو بالنسبة له يعني صعب، من متوسط لصعب بس أسهل من الكيمياء بضل. الحمد لله اليوم قدمنا امتحان رياضيات الورقة الأولى، الامتحان كان من متوسط لسهل بس الحمد لله يعني الأفرو كانت رتبت الأسئلة، توزعت الأسئلة بشكل مناسب للطالب، الحمد لله كان مناسب وسهل متوسط لسهل زي ما قلت الحمد لله. الصعوبة أنا مش عارف، أنا اخترت الأسئلة اخترتها كنت عارف أحلها وكانت يعني مباشرة يعني شايف أفكارها، ففي أتوقع في فرع كان في دقيق جدا كان الأخير، بس الحمد لله يعني اللي اخترته كنت عارفه يعني الحمد لله. امتحان اليوم كان مناسب وإن شاء الله يكون مناسب في الورقة الثانية.